dhageysto walaal, wax aadan hubin, wax aadan hubin inaad halkan la soo fadhiisato ceeb bay kugu tahay. Adaa lahaa waxaad u baahan tahay inaad iskuul aado. bal naqdhifu bilxaqi cala albaatili fayadmaghuhu faidaa huwa zaahiq walakum alwaylu mima tasifuun. الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، وحلقة ذي لباتن يكوباد برنامج كان نغا نوغا براتين كرباسك الشيعات برنامج كمان توحان كسو قادن دولنا هدي إلهي رادو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حلقة يابا إنا ديارتان وطهدان يا ديدن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام رميسا نمان دنبا وحيك مرمان إن بدنات كم غشان نمانك الشيعات waliba kuwa Soomaaliyeed kitaabullaahi wa sunnatii wa xadiis beena waxba ka jirin kitaabullaahi wa cidratii baa sax. intaa kaliya kuma eke waxay kala dagaalamaanba sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yaana looga tegey oo na looga dardaarmay iyo in la qabsado weeye muddaaba inay duulaan ku yihiin ay rabaan wax kale inay ku bedelaan. Kitaabullaahi wa sunnatii waxaa soo wariyey ninka la dhaho Maalik ibnu Anas kitaabkiisa Muwatta, iyadana wuxuu ku soo wariyey بلاغني وحيسو قاري يقولي من ألفاظ البلاغ بكسو وريي وهي تدل على الضعف والوهنة. ضعيف نما يتصيصا سننكو ما تالو، صحيحانكو ما تالو، مسانيدكو ما تالو، مستخرجاتكو ما تالو، ما قرطي سنتي وحيريكات هذا هو ولا ليال إلا قبصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كليكم أحرنا هالحديث وهدو ضعيف نغضه موضوعه هلك كبريو آيات القرآن يعني لو أمرنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أطيعنه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. هذا أطيعان والنبي محمد يركي سقالتان وضحنون إسان وحلو قد قيدتك خلاف النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووركي سقالتان فليحذر الذين يخالفون عن أمره وما أتاكم الرسول فخذوه. رسول كوحو إذن لي ماذا قاتبو حو إذن كريبنا كتقا أنت هذا وبيك من دبعان وأنا عدول بيوك تهوي أحاديث موضوع كوسا أروي عن كتاب الله والسنة أهين مر بإسكان التيران وحاكم ذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكل يهي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث كاس النبي حولي هي قفك السنة ذي دنعة أنا إيجامين ما أنا وطريق إيجموس الصوق قادم. إمام البخاري إمام مسلم بحديث كاس صارين سيو كان النبي عليه الصلاه والسلام يحيري اسوغو كشيكينايو اني سو بخي دونان عمر. حديث صحيح مسلم اي يحيري يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايه ولا يستنون بسنتي. اني هديغي هنونكي ما قادنيا سنتي اذا ما قادنيا. سيو كان النبي عليه الصلاه والسلام يحير الا اني اوتيت الكتاب اني كتاب القران كايا ليسي ومثله معه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. حديث كان وحا صحيحي شعيب الأرناوط أيا صحيحي أبو داود يترمذنا ويسوس عارين. سيو كان النبي نوحير عليه الصلاة والسلام خير الكلام خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث كان إمام مسلم من حديث جابر كوي وحان مر بلي يابا ونجبرتنا كو أركا يشي عادة كلام يقول أهيان حديث كتاب الله وسنتي وحاك وريي إمام مالك براق أيوكو وريي موطيسون خصوصا حابد مدابة انت عيالة اكتر لو قصو شوية مويان إني سنبا أركن حديث كإنو سند ليه علماء حابد اسكو خلافان صحيح ميامس ضعيف وي طرق دي ساسيدة أبدا ضعيف بها هذين ضعيف نما يتوسيسا سنانكو ما تالو صحيحانكو ما تالو مسانيدكو ما تالو مستخرجاتكو ما تالو ما قرطي سنتي وحان قصو قادنا يا هل طريق يا هل سند أيان كسو قادنا سند كان أسقى وكان هو صحيح سن مرك الله في ريا حديث تقال علمنا وصحيحيا سند كان إمام الحاكم سيدوك الإمام البيهقي في السنن الكبرى وعكس صاري مجلد كتبنا صفحة بقول سجاشن يافر إلى بقول سجاشن يشن عليها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن فضل الشعران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس إني قد تركت ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله
وسنة نبيه حديث كاس إمامه وحصوص على البهقي سواء كان حديث كاس وكان وحصوص على إمام الحاكم في المستدرك ون صحيحه ولما بحيره إمامه البخاري بحوح جيست عكرمة إمام مسلم بحوح جيست ابن أبي أويس وسائر رواته رواد انتو ذكرتنا واثقات أيو ليه بل والغو متفق عليهم ويام بوليه وحاس سلاس كو قراءة ساقنا إن طريقا وهي طريق صحة إمام الذهبي في التلخيص أيو كو قراءة وحاس صحيح حديثة العلماء كله لكن وحان كسو قادنا إن الشيخ ناصر الدين الألباني ما دام إيهو أسود ليشدان إنو صحيحي حديثك كتاب الله وعيترت وحان كسو قادنا إن صحيح ترغيبك أياك في رنك مجلد كوبات بقول الله عطني شن حديث كأفرتانات أيو كسو قادنا يا كتاب مقعيسا وحالة صحيح الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب المندري حديثي كنت علي انتي صحيحة أيو كسو قادي مالك هو صحيح يا حديث حديث كاس ومروزين وصوص عارف في كتاب السنة يعلم بذل أياه كمدة أيو لكن وأنا من حلق وحلوه شيء كلي مرو موحي صامق لين بلاغ بالوري حديث كان إما مالك باكوري إنه سند ليه هي متصلة ما بقرنا يا دراسيدي دنا هبشيكي كتاب الله وسنتي وحاسو وريي نينك لدهو مالك ابن أنس كتاب كيس موطا إيادنا وحو كسو وريي بلاغاني وحاسو قاري بولي من ألفاظ البلاغ بكسو وريي وهي تدل على الضعف والوهنة ضعيف نما يتصيصا سننكو ما تالو صحيحانكم تعالوا مسانيدكم تعالوا مستخرجاتكم تعالوا ما قرطي سنتي وحيركات انت الوحيد ولا ليال إن سنة لقبصده أولا يسأمره كما إككلية كتبة أهل السنة والجماعة بل وحيكو حردنتهي يكو قرنتهي كتبة شعال وحان كسو قادنين كتاب كليل روضة المتقين وعليهي ويؤيده ما رواه الكليني وغيره بأسانيد كثيرة منها في الصحيح عن أيوب حديث كسوق قادم عليه سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة شيء كستوى إلا عليا كتابك والسنة حديث كسوق حاكله صحيح كافي وكيالا وحديث كتابك كفى أنت ميجر مرآة العقول مجلد كوالا أبوغ الواتني سقال وحوليه حديث تالي صحيح أيوليه وحوليه هي لنك كتابك إسكال مرآة العقول المجلسي كل شيء أي من الأمور الدينية أمور الدين تأطن مردود حلو علنيا إلى الكتاب والسنة وإن لو علي وأن يكون مأخوذا منهما وإلا بيض لغاقاتا كتابك قرآنك السنة دي حبيبك إن محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أو بدونها واسطة الله سيمره هبل باوري سحابية هي بدونها يمرك إنك جوغي واسطة أو بحنين النبي محمد عليه الصلاة والسلام تصوغ قادنا سيداس أيو كتقريري شاقا أساقا مثلا دان أيضا إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقاته وحا أي كو قرانتا هاي كتابك الإنهاد المختصر النافع للمحقق الحلي تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم وماشا مقدس ككتب تورا حوزة العلمية ورادا استحقيق جسي كتابك وحليه مقدمة صفحة صدن يكو لا يختلف الشيعي عن السني في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننك الشيعي كما خلاف سنك جمال الدوان سنك قاد شد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتفق المسلمون جميعا مسلمين تنوح يسكوها فقسيهم على أنها المصدر الثاني للشريعة إنها مصدر كلبات الشريعة الإسلام ولا خلاف بين مسلمين وآخر في أن قول رسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره سنة لا بد من الأخذ بها مسألة سعولي وبيك من دبعان خلافنا كمتاقنو مسلمين تتمانتو واسكوها فقصيهن ولا ليال لمكة محرمة سنة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه لدى قالمان ويكب الدلان سنة كلي سنة أسكاليته ويكب بين أبوتين لمن رواد وأهل كوفة إمام جعفر الصادق يكون أبين أبوهتين لمن كاس كذابين تاه أو إمام جعفر لفتكي سوء الشيغي إمام كي معصوم كيوية قانين وليه هاي مغير تبسعيد وكذاب زرارة وكذاب هو الواسدة وكت المام قاركود اللعنضي قاركود وحباري لمن نوع عاسى أحاديث كوريي بيروا إنا كوب الدلان دهان وحبا حلالينيان وحبا حرميان ومن أبهانين إنا محمد وحكوريان ولا إنا مالك الوحكا سوقاتان
بل إسكود أياد لو تفويدي هاوش هاس نوا لوح الساري إيجا أيا وحي المشرعين شرع دجيال وحان سوق عدن أيا حال كتاب بس أيا سوق عدن التقية في فقه أهل البيت مجلد كلمات صفحة سدع بغل أفرتني تضبط مركو كهل لي ولاية التشريعية وعليا أثاني أن تكون وصفا للمتعلق أي في الأحكام الشرعية فلهم حق التشريعي وحيليهين أود وحكو جدين كران إيجا التشريع ومدى الشرع وقدي كران أيولي وبعبارة أخرى أنه تعالى إلهي أيا فوض لهم حوسي جعل الأحكام إن أحكام تيود الجيان بحسب ما يرونه من المصالح سيدة أيجو أركان مصلحة أيولي وبناء عليه فلهم التحليل والتحريم وحيليهين إن وحلاليا وحرمان وحأمران وحمد كريبان أيولي لا أنهم مبلغون عن الله ما هن إن الله يكو حكا سوغيا أما النبي محمد وحكا ورينيا ما إيجا أي إسكو دا أود دا أوله إن وحي دونان حلال دهان وحي دونان حران أي دهان أو شرعي ونقضه أمر كودون أصيدا وصعودا روضة المتقين وحول كل يهي وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه حديث كان صحيح كتل المامي محاكو قربنا أنا رقم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من خالف كتاب الله روح خلاف كتابك أبا وسنة محمد يا حبيبك إن محمد هالسنة ديسة صلى الله عليه وسلم فقد كفر روحاسي وقالوا بي الدائرة دي إسلامك هو بكبح يا أيولي يا حي سيو كايتو حديث وكس صحيح هنا يو مرات العقول كمجلد كوالا بقول يصدر أولي الحديث الثامن صحيح أي أولي يا حي إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم زاهد كان أبطى يا فقيه حقا وحويان متك كل جن متمسك وحان الأمر يا الأمانة يا قفك كل يا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام رمتي وحان نصيب حماة إن روح أولادك عالمه وجوه ديجي سكوب حيو سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه لا تعلم ده كنا كل ضاده سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسوى الرأو مذهب كيسة إنه مال ماي بحاء سجن لو رجبكوا أمرك ليس أمر عيو سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه يكون قرآن تحي كتب تيسة أردت سوى أصل بيكم الدبعانة إن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقاته هوش أس إن قرآن كوا سجن نوع عدينا إله يا أوكي شنو محمد لتبين للناس ما نزل إليهم مركو وحيدون يان نبي محمد نجعم بذحيان مهمة دي سال وصل دري أما مهمة دي صدنا لقد جو إنه كلي عدايو علي بن أبي طالب يو عروتي سا أيام ما نسمع معصوم كأو كل شيء جيو وما أرتي باس كنا محمد عليه الصلاة والسلام وفريسيو كدبنا يا ياسي رجل من شيعة أما مذهب كان سبئ جوته وحي أكون بين أبورتين ودين وما دوغا بيه أرنتي رنتي وارن لغا حما دار تايدا إذا أيان كسو قبقبين يا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.